يعني بداية للجانب بغض النظر عن ما حصل من الناحية السياسية، هل يمكن لك أن توصفي لي ما حدث معك بالضبط يوم أمس؟ يعني الواقع اللي حصلت معايا امبارح حقيقة كانت متوقعة، ولكن الشكل التي جاءت به كانت صادمة، ومتوقعتش أبدا أنه بعد نص ساعة من الإعلان عن إنهاء تعاقد يكون السلوك بالطريقة دي، خاصة أني أنا أم البنت مصرية وحاضنة ليها وعايشة في مصر من زمان، مش بس في آخر 5 سنين، أنا كنت متجوزة من مصري وصحبة أملاك في مصر، فبالتالي عمري ما اعتبرت نفسي إلا مواطنة مصرية وبتدفع ضرائبها وبتعرف حقوقها وواجباتها. فتخيلت أنه على الأقل أن يكون هناك نوع من الإنذار أو التحذير أو أحضر نفسي أو يتقلي أي حاجة، ولكن الطريقة اللي تم التعامل معي فيها كانت صدمة، لأنه تم اقتحام البيت علي أنا وبنتي، وكنت في بيتي زي إنسان في بيته، حتى كانوا رافضين في البداية أني أغير هدومي وأنزل معاهم. الصدمة جت من هنا يعني، ومن إحساسي بأني كنت فعلا كان عندي دايما قوة خفية متأتية من كون بنتي مصرية واني عايشة في البلد دي على حسها، فما تخيلتش ابدا ان السلوك والتعامل يوصل للطريقة دي قدام طفلة بتشوف امها بتتهان بالطريقة دي. يعني طب هل قدمت لك سلطات تنفيذ هذا القرار ما يفيد ضمنيا بما مدى معرفتها متى بالإجراءات القانونية لعقدك مثلا او اطلاعي على هذا؟ ابدا ابدا، لانه حتى كمان يعني انا طالبتهم بحقوقي لمعرفتي الحمد لله بالقانون والدستور المصري، كوني يعني مواطن على الاراضي المصريه وكوني كمان احمل الباسبور البريطاني، فانا مدركه الحقوق التي لي كاي مواطن عايش في مصر. فلما انا ابتديت اقول لهم حقوقي طبعا ما حدش رد عليا، وكنت بتهدد انه لو اتكلمتي كلمه تانية هنستخدم اسلوب غير قانوني وهتضطريني اتعامل معاكي بطريقه غير قانونيه، ده كان التهديد اللي بيتقال لي. ولما رحت على الاحتجاز على الحجز عفوا في المطار برضو كنت بسال طب انا من حقي اعرف ايه السبب، من حق كله يقول لي خلاص اقامتك انتهت ومن حق السلطات ترحلك. طب هل تدخل محاميك كما عرفنا من الاخبار لمعرفه التوصيف القانوني، حتى من تصدر بحقه إجراءات ترحيل لابد أن يمنح مهلة زمنية لتسوية أموره الشخصية؟ نعم. على الأقل نعم، ده حقيقي. المحامي حاول، أولا ما كانش معروف مكاني، هما ما يعني لا النيابة نفت معرفتها بوجودي، الداخلية طبعا بكل أقسامها نفت، الجوازات نفت، ما كانش في أي جهة رسمية الحقيقة امبارح كان عندها فكرة أنا فين. فبالتالي أول 4-5 ساعات قضاها المحامي والشباب والمحامين وخالد علي وزياد العليني وكده يدوروا أنا فين، وبعدين لما تعرف أنا فين ابتدى الكلام أنه عن حقوقي القانونية، أنه أنا كان لازم أخد وقت وكده، بس طبعا ما فيش أي إجابة. وكان الرد من الداخلية بحسب التصريح لوكالة الأنباء أسوشيتد بريس أنه ليليان تجاوزت الخطوط الحمراء وبالتالي يتم عقابها، ده على الأقل التصريح اللي اتنقل. طيب هل أنت تعتقدين أن وراء الموقف يعني مواقف سياسية، يعني كما قيل مثلا لانتقادك لشخص الرئيس؟ أنا عمري ما انتقدت شخص الرئيس، وبرامجي كلها موجودة بالصورة والصوت ومواقفي كلها متسجلة، أنا عمري ما هاجمت شخص الرئيس. أنا طبعا بحكي بموجب مهنتي، بموجب عيشي بالبلد، بموجب تبني لقضايا بالقضايا العامة. فبالتالي النهاردة السلطات في مصر لا تحتمل أي رأي مغاير، هو مش نقد لشخص الرئيس، أنا لا يعنيني شخص الرئيس حقيقة، أنا يعنيني السلطة التنفيذية اللي هو بيقوم فيها أو المهام التنفيذية خلينا أقول، وكنت بأدي دوري أو شغلي بمهنية. فبالتالي أو على الأقل دي الشهادة اللي متقالة فيها أستاذ عمر يعني الحمد لله. طيب هل وأنت تغادرين المشهد الإعلامي المصري بعد 5 سنوات، كيف ترينه الآن مقارنة مع توقيت التحقق به أو دخولك إليه؟ رغم الظروف الصعبة اللي كنا فيها من 5 سنين، لأن أنا التحقت بالعمل مباشرة بصيف 2011 بعد بضعة أشهر قليلة من قيام ثورة 25 يناير، رغم الظروف الصعبة اللي كنا نعيشها لغاية سنتين فاتوا، إلا أنه فعلا فعلا كان عمرنا ما تخيلنا أنه سقف الحريات ينزل يرجع للدرجة اللي نزل ليها مقارنة ب5 سنين فاتوا. لا، كان الفضاء مفتوح أكثر من 5 سنين، كان
للأسف يعني للأسف حتى أني مضطرة أقولها، حتى سنة حكم الإخوان إحنا ما شفناش اللي بنشوفه دلوقتي للأسف. شكرا لليان.